مساء الخير عليكم يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب نكون دايما بخير. النهارده هنعمل مع بعض الايس كريم. ايس كريم لذيذ ومقادير بسيطه جدا جدا وسهله جدا، بس كمان هنعملها تورتايه، يعني حاجه قالب كده جميل شكله هيبقى شيك قوي، نقطع منه وناكل زي ما احنا عايزين. مقادير الايس كريم معايا كوبايه من الكريم جانتي البودر الخام، معايا كوبايه ونص لبن مثلج لازم يكون ساقع، هنكون حاطينه في الفريزر، معايا 4 معالق من لبن البودره اي نوع طبعا، معايا سكر بودره حسب التحليه، يعني دول حوالي 5 معالق ل6 معالق سكر بودره حسب ما انتوا بتحبوا السكر شكله ايه. دي مقادير الايس كريم. تمام، عايزين بقى احنا نشكل الايس كريم بتاعنا، هنعمله بالفراوله، هنعمل بالمانجا، هنعمل بالفانيليا. اوكي هوريكم هنعملها ازاي، بس لازم يا جماعه يكون الفراوله والمانجا متفرزه في الفريزر، يعني نجيبها ونشيلها في الفريزر وتبقى جامده عشان خاطر ان انا اقدر تضرب معايا وتبقى جميله. هضربها في الكبه من غير اي حاجه خالص، طبعا هنسيبها تسيح حاجه بسيطه عشان طبعا الكبه بتاعتنا ما يجرلهاش حاجه. دلوقتي هنعمل مع بعض الايس كريم، هننزل السكر بتاعنا، صح، ناخد شويه كده لو احتاجنا المعلقه دي ناخدها، وهننزل اللبن البودر بتاعنا. الكميه دي على فكره كميه كبيره مش صغيره، يعني كميه الكوبايه بتاعه الايس كريم بتاعه الكريم جونتي اللي هنعمل بيها الايس كريم كبيره مش صغيره، يعني لو انا حابه الكميه دي حسيت انها كتير عليا ممكن اعمل نص الكميه، ممكن اعمل نص كوبايه من الكريم جونتي على كوبايه الا ربع من اللبن المثلج. خلاص احنا هنقلب ده كده مع بعض اهو كده بالراحه مع بعض، وبعدين هنقوم جايبين المضرب بتاعنا هنضربه بالمضرب لغاية ما تبقى هشة، وهوريكو هنعملها ازاي. هضرب الكريمة دلوقتي وهرجع لكم. بصوا حبيبي انا بدلت اضرب الكريمة لغاية ما بصوا بقيت بالشكل ده، تمام كده انا كده خلاص مش محتاجة المضرب كده. تمام، بصوا بقى دلوقتي احنا عملنا ده الايس كريم بتاعنا الاساسي، عايزين نعمله بالفانيليا هنرش رشة فانيليا، عايزين نعمله بحاجات تانية يعني مثلا بفاكهة تانية طبعا بانواع تانية، فاحنا هنعمل ايه؟ بصوا الكمية عاملة كمية كبيرة جدا، فانا هاخد شوية هنا احطهم اعمل بيهم الفراولة، انا مش عايزة كمية كبيرة بس كده دي كفاية عليا. خلاص دي هنعمل بيها الايس كريم الفراولة، وهنا هعمل ايس كريم المانجا. انا عايزه كميه كبيره بتاعتي اهي، بس هي دي الكميه اللي انا محتاجاها للمانجا عشان خاطر هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. ودي الفانيليا بتاعتي، يعني انا كل حكايه هحط بس بصوا كام رشه فانيليا كده، يعني حوالي كيسين لو عندي فانيليا سايله. اوكي مفيش منها برده مفيش مانع منها، يعني خلاص كده انا هقلب الفانيليا بتاعتي مع الايس كريم بتاعي الفانيليا. طيب بصوا بقى احنا عايزين نعمل ايه النهارده؟ النهارده هنعمل حاجه مختلفه جدا. هنجيب طاجن بايركس زي ده او اي طاجن عندي، يعني او اي قالب عندي بتاع كيك، كل حكايه ان انا غلفته هنا بورق الاسترتش. تمام، هعمل ايه؟ هجيب فاكهه، انا جايبه فاكهه بتاعتي مقطعه، هعمل ايه؟ هرص الفاكهه في الطبق الاول، بصوا بالشكل ده، اي نوع فاكهة عندك، الصيف طويل والفاكهة بتاعته كتيرة، فبصوا اي نوع فاكهة عندي انا اقدر ان انا اشتغل بيها، اي نوع موجود، يعني عندك عنب ماشي، عندك تين شغال، مانجا طبعا المانجا كتير قوي اليومين دول، فيعني براحتك خالص، برقوق مثلا، الكمثرى اهي، اي نوع تين، اي نوع انا موجود عندي انا هشتغل بيه. هرص الفاكهة دي الاول كده ماشي معايا، وبعدين هنحط الايس كريم بتاعنا، صح، هنحط بس شوية كده وشوية كده عشان خاطر ايه تديني بلاش دي، ناخد واحدة دي شكلها احلى، ناخد قطعة من البرقوق، ناخد قطعة تانية هنا، تمام كده، ناخد قطعة هنا اهو كده، بس كفاية قوي كده، ناخد قطعة مانجا يبقى زي الفل.
تمام. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا عايزه احط الايس كريم بتاعي في الجنيه. فانا عملت حاجه بسيطه قوي، جبت علبه زي دي حطيت فيها، لفيتها بالستريتش وحطيت فيها حاجه يعني ايه، بصوا اي حاجه، اي تحفه، حاجه تقاله بس لمجرد ان انا اعمل كده. تمام، هحط الايس كريم بتاعي في كيس الحلواني وهنزله داير داير. بص حبيبي، انا جبت كيس حلواني حطيت فيه بس الايس كريم بتاعي عشان خاطر ينزل بطريقه كويسه. بصوا احنا هنعبي كل، بصوا كله كله كل ده لغايه فوق خالص. بصوا اهي، بصوا انا هملاها كلها، يعني انا مش عايزه فيها فراغ خالص، عشان كده انا حطيت العلبه في النص. هحطها في الفريزر، واول ما احطها في الفريزر وتجمد هقوم شايله العلبه بتاعتي وهوريكم هنكمل ازاي. طبعا اللي مش عايز يعمل كل ده، هناخد الايس كريم ده بقى كده ايس كريم فانيليا، هناخده هنكمل معاه الايس كريم المانجا والفراوله بتاعتنا ونحطها في قوالب الايس كريم او في علبه عادي ونغطيها. هنسيبه من 6 ساعات ل 8 ساعات في الفريزر، يعني اقل حاجه 6 ساعات، من 6 ساعات ل 8 ساعات في الفريزر، وبعد ما اسيبه هطلعه ونقدمه في الكاسات عادي. بصوا كده، انا بس كل حكايه ان انا عايزه انزل ده، هكمل الايس كريم ده كده وهقول لكم. بصوا حبيبي، انا كده حطيت الايس كريم بتاعنا الفانيليا وسويتها بالسكينه خالص لغايه ما بقت بالشكل ده. هحطها في الفريزر وبعدين هنرجع هقول لكم هنعمل فيها ايه. بصوا بقى حبايبي، بصوا الايس كريم، بصوا فاض منه قد ايه. ده هحطه في بوله، اي علبه بلاستيك، واحطه في الثلاجه، ولما يجمد اخد منه في الكاسات واقدمه، مفيش اي مشكله. وهنا خدنا شويه للفراوله وخدنا شويه للمانجا، هنحط دي في الفريزر وهنكون ضربنا نضرب معانا الفراوله بتاعتنا والمانجا. وهرجع ورجعنا لكم حبايبي. بصوا كده دلوقتي انا كل اللي انا عملته ان انا ضربت المانجا بتاعتي في الكبه من غير بدون اي اضافات، وحطيت على الكريم جونتيه اللي احنا كنا شايلينه اللي هو الايس كريم اللي احنا كنا حاطينه في الطبق، وضربت برده الفراوله على برده الايس كريم. كل حكايه ان انا بس قلبته بالمعلقه كده، والفراوله نفس الحكايه. تمام، ما عملناش حاجه اكتر من كده. خليكم معايا دلوقتي، انا جبت الايس كريم بتاعي من الفريزر. كل اللي انا عملته ان انا شلت التقاله بتاعتي اللي انا كنت شايلاها بالراحه خالص، هي كان عليها ستريتش فطلعت بسهوله جدا. وبعدين حطيت طبقه من الايس كريم الابيض خفيفه خالص من تحت عشان لما نقلب القالب بتاعنا يبقى الطبقه البيضاء هي اللي من فوق. وحطيت الايس كريم طبقه من ايس كريم المانجا زي ما انتم شايفين كده، وحطيتها في الفريزر ساعه، فبعد ساعه جمدت شويه عشان بس الوقت بتاعكم. فدلوقتي هحط طبقه الفراوله، احنا نحط كده بس بالراحه اهي كده. يبقى انا بعمل في الايس كريم طبقات، يعني انا بعمل التورتيه بتاعتي من جوه، هتبقى ان شاء الله جميله جدا وهتعجبكم وتنور رضاكم يعني ان شاء الله. هتبقى طبقات من جوه. بصوا اهي، انا كل الحكايه ان انا بس ايه بحط طبقه الايس كريم بتاعتي الفراوله، بشيل منها المانجا خالص، يعني بداري المانجا بتاعتي خالص. بصوا، وطبعا كل الايس كريم اللي هيفيد ده هحطه في علبه في الفريزر وهناخد منه في الكاسات بتاعتنا ونقدمها، وهتبقى ايس كريم هايل جدا جدا طبيعي وفي منتهى الجمال، وهيعجبكم قوي قوي قوي، وهيعجب كمان ولادكم جدا، مش هتبطلوا تعملوه. يعني انا حتى لو انتم مستصعبين ان دي طبقات وتاخد وقت، احنا نعمل ايس كريم بالطريقه بتاعتنا اللي احنا عرفناها دلوقتي مش هتاخد منكم وقت خالص، مجرد ان احنا هنعمله ونحطه في التلاجة 6 ساعات ونقطع منه في الكاسات بقى في الكوبايات، نحطها في قالب كده ونقطعها ترانشات. لو عندي بسكوت ممكن احط طبقة بسكوت من فوق ومن تحت واعمله زي ساندويتش، هتبقى جميلة جدا. بصوا كده، انا حطيت طبقة الفرادة بتاعتي الاخيرة هحطها في التلاجة ساعة، وبعد الساعة هحط طبقة تانية من الايس كريم الفانيليا وهقول لكم بعد كده، سوري، وهقول لكم هنعملها ازاي. بصوا حبايب قلبي، دلوقتي بعد ما حطينا الايس كريم بتاعتنا في التلاجة لمدة 6 ساعات، دلوقتي احنا شلنا البايركس بتاعنا، بقت التورتايه بتاعتنا الجميلة بالشكل ده. ايه رأيكم بقى؟ تستاهل كام لايك دي؟ بصوا بقى، هقطعها كده بالراحة اهي مع بعض. الجو حر والمروحة شغالة. بصوا بقى الجمال من جوه شكله ايه. بصوا كده، نبعد دي كده. بصوا حبايب قلبي،
هوريكم. صوريني كده مسحتيه. بصوا كده هنقطع حته بالراحه خالص اهي. نقطع حته من النص كده عشان نشوف شكلها ايه من جوه. نجيبها كده شوية. نجيب الطبق بتاعنا وناخد قطعة من تحت اهي. بصوا بقى ايه رأيكم، بصوا بقى الجمال عامل ازاي. بصوا ها طبق ابيض، طبق فراولة، طبقة المانجا، وادي تورتة الايس كريم بتاعتنا بتاعت النهاردة. يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم وتجربوها وتقولولي ايه الاخبار. بقت تورتة 3 ادوار اهي، الدور بتاعها او طبقة من المانجا وطبقة من الفراولة، وادي الابيض والابيض من تحت فانيليا معلش جو حر. دي التورتة بتاعتنا النهاردة. وبصوا بقت شكلها عامل ازاي. بصوا اهي، بصوا من جوه عاملة ازاي. بصوا اهي، طبعا احنا نقدر نعملها في حجم اكبر من كده، نقدر نعملها في حجم اصغر من كده زي ما يعجبكم. فاض مني شويه من الايس كريم الفراوله والايس كريم المانجا. بصوا انا حطيتهم في علبه هي صغيره. بصوا ايس المانجا، ايس كريم المانجا عامل ازاي، وادي ايس كريم الفراوله. ممكن برضو نحطهم في بولات اهو زي ما قلت لكم، يعني مش شرط ان انا اعملها مش شرط ان انا اعملها. بصوا ايس كريم عامل ازاي، مش شرط ان انا اعملها تورته. بصوا الجمال، بصوا ده الايس كريم بتاعي. بصوا زي بتاع بره بالظبط، بس معلش بقى انا معلقه الايس كريم مش لاقياها، عماله ادور عليها من بدري مش لاقياها، مش عارفه راحت مني فين. بصوا ممكن نعمل كاس ايس كريم مانجا. وكاس ايس كريم فراوله. بصوا عامل معايا كتير يعني، بصوا الكميه. هو ده كل الحكايه بكوبايه من الايس من الكريم جونتي، يعني كوبايه واحده من الكريم جونتي. بصوا عملت معايا كميه قد ايه، تورتايه بحالها، وممكن املى كاس كمان اهو من الفراوله، وممكن املى كاس كمان من الكاس المانجا. بصوا اهي خالص اهي، مش حقوا عليا اهي خلاص كده تمام. نجيب معلقه ثانيه، ناخد واحد كمان من نحطه هنا جنبينا، ناخد واحد كمان من ايس كريم المانجا. بصوا الايس كريم بتاعي عامل ازاي، بصوا جميل جدا 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 ورائع وطعمه تحفه، وهيعجبنا كلنا ان شاء الله وهيعجب ولادنا. وطريقه سهله قوي زي ما قلنا، بكوبايه من الايس كريم، كوبايه من الكريم جونتي، عملت معايا الكميه دي كلها. ممكن برضو ما اعملش تورته واعملها كلها في بولات. ممكن على فكره نزوقها بقى، يعني ممكن نحط مثلا قطع مانجا، ممكن نحط بسكوت، ممكن نحط صوص فراوله، ممكن نعمل حاجات كتير بقى. يعني بصوا شكلوا الذوق ده بتاعكم انتوا، تقدروا ان انتوا تشكلوا اللي انتوا عايزينه. بقى عندي تورته اهي جميله، وبقى عندي قطع تورته اهي، وادي كاس من الفراوله وكاس من المانجا. يا رب النهارده تكون طريقتي وصفتي النهارده سهله ولذيذه وتعجبكم. وعايزه اشوف بقى اللايكات بتاعتكم والاشتراكات، واللي ما اشتركش طبعا يلحق يشترك، واللايكات والتعليقات بتاعكم يا رب انول رضاكم. نتقابل في فيديو جديد. يلا باي باي حبايب قلبي.